السيدة المستشارة الدكتورة انجيلا ميركل. هدفنا الأول هو عملية ضبط وإجراءات لمنع تدفق الهجرة، سواء كان كدولة معبر من كمصر أو عبر حدودها بالسيطرة، بمزيد من السيطرة وبمزيد من الجهود، وده أمر احنا متحركين فيه بالتعاون مع ألمانيا. Aber es sind natürlich auch Wege für Schmuggler und Schlepper, die illegale Migration befördern nach Libyen. ثمة خطوط خاصة بالمهربين الذين يشجعون الهجرة غير الشرعية إلى ليبيا. لدينا على هذا الصعيد مصلحة مشتركة لمنع ذلك، ولهذا سنواصل البحث في إمكان التعاون في مجال الهجرة، ونسعى إلى تحسين المعدات التقنية سواء على الحدود البرية أو البحرية. anbelangt als auch was die seeseitigen Grenzen anbelangt, die auch teilgenommen haben an regionalen Bemühungen.